قولوا معايا حفيظ دوزي. ولكن انا ما نهضروش حوايج تاني ديجا شباب، هذه راه تكون اول مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره. اللي شرف انني نكون اول ضيف واول واحد اختاروا هو انني نكون معكم عشان دونك غتكون اول جريده ديالي مع العشاين. الوضعيه كانت على قد الحال ولكن الاحلام كانت كبيره والحياه هكا دايره، فيها دي بو في دي بو، مره تعطيك مره ما تعطيكش، يمكن طول ما تعطيكش، ولكن ضروري اذا كان العلم ديالك كبير وكانت كاش كبيره غادي توصل لواحد الوقيته اللي غادي تحقق لك الحلم ديالك. يقرا في بناء عذاري، يلعب كرة مع ربعة العشية، غادي تشوفها مع السبعة تاع العشية، ديرو ديك الكوبيطة، غادي تقول له غادي تكون مغني مشهور وغادي تغني في بيريكا. هكا باش كبر فيا ديك الروح ديال أنني نجح ودير معروف، دونك بدات هكا، بدات كحلم، بدات بحال شي قصة بحال شي خرافة. وبديت أنا وخويا ديك التحليل وما خدش علينا قليلا. الاستوديو كان في الواد الناشف وأنا كنت نسكت في ناشف ولوج. ومن فين شكون جبد الناشف كنت نمشي هرجل انا وخويا ونولي وجل والنهار نمشي حتى للرجل وكنا نديرو سندوتش على واحد اللي بعد معقوله تحت كنا نقولو ميت الزراعة. من اول البوم سجلتو تمام يا طالب عطاني عطاني 600,000 وعطاني مع هاد الثلاجة. المهم اللي دخلت انايا غادي ندخل في قلب العبابي وصبر قلبي انا على الكتاب اضغط ربي واللي كرهاه في حرامك انا درتها بنوم من الصبر شخفت هادي الدخلة هادي ديما اللي كان يقول لي يو سيتي زعما واش الجديده ديالك قلت هو يعرف بدا سيتي واش هي كاميرا فيه هذا نشرح له الكاميرا فيها ودا سيتي هذه جايه دونك سي كوم سا لي زعما بغيت نعرف الشباب بغيت نهضر ماشي كلشي كاين واحد الشريحه كبيره من الشباب من الحرب أو من الكونفرمون غادي يعيش أكثر من الميدو ديالك بأي وسيلة وأي طريقة وهذا ماشي حلم بغينا شباب يعيشوا بغينا شباب يحترموا الهدايا حتى البنات خليني شوية عاودة العيون عينيا والساقية مالية والواد القيم ديال المجتمع ما كنكتبوهاش بقيم التعليم او واش قال ولا ما قالش قرا ودي الدبلوم ديالك وديك الساعه اللي هضرت